لما كلامك بيجيب لي أسئلة كتير، عارف، قول بتديني سؤال بتروح داخل في حاجة تانية، بتديني سؤال تاني. بتبص الحاجات دي لما بتيجي تختار لعيب من ناحية انت كعلاء ميهوب بقى، اللي انت الكلام اللي بتقوله ده، الاهلي واسلوب حياه، واللي الاهلي ليه مميزات معينه طبعا ولازم شكل معين، طبعا لما بتيجي تختار لعيب وترشحه المدير الفني ايا كان مين هو، بتبقى حاطط في دماغك ان اللعيب ده شكل النادي الاهلي، ولا بتسيب الحته دي للمدرب؟ لا، بجيب كل حاجه عنه، كل حاجه عنه، حاطه تفاصيل حياته، ولو في حاجه غلط بوصلها للمدير الفني، لو هيقدر يعالجها هيعالجها، مش هيقدر يبقى بلاش، بقول رايي بلاش، لان في حته كذا كذا كذا. طب حصل معاك انك اتفضل؟ هقول لك، ما انا هقول لك ده اللي حصل معايا مع وليد ازارو. وليد ازارو لعيب الكره الوحيد اللي سافرت له المغرب، مش عشان اشوف مستواه في الكوره، عشان اسال ايه وليد. فلقيت حاجه ميدو زي اللي بحكي عليها انا، واحد واخدها من الصفر، من الصفر لحد ما وصل لعب دوري ممتاز في المغرب. فالحته الفنيه اتفقنا عليها، ما فيهاش اي مشكله. الكابتن حسام البدري وقتها قال لي علاء سافر المغرب، سافر المغرب وشوف وليد ده، مع رئيس النادي وحاول تجيب معلومات عن وليد ده، عشان هو يهمه ان حاجه تبقى ما فيهاش مشاكل، مش راجل عنده مشكله ولا لا خالص، يعني ما يطلعش مثلا زي كولوبالي اللي هرب ده، كارثه. لكن وليد فنيا اتفقنا عليه بعد معاناه على فكره، وغتاته جدا، غتاته مني انا، اللاعب الكره اللي غتت على كابتن حسام فيه هو وليد. والله يا ميدو كنت يوميا بغتت عليه. كويس ان انت عملت كده. لا لا مش عشان حاجه، عشان هو مشغول ودايما ماتشات كتير، وحسام بيحب طلعت من قلبك خلاص مفيش، وبيحب يحب يركز كويس قوي. لكن انا كابتن وليد، حاضر وليد، وحسام علاقة بيه يعني اخ كبير، وليد لحد ما خلاص. طيب خلاص روح، سافرت جبت كل حاجه زي ما توقعت، الحمد لله رجع، جبت الحمد لله. كانش بيجي يسلم عليك وبوسك كل يوم؟ لا لا خالص، ده شخصيه جميله. لحد الحمد لله، اما في الاخر انا مبسوط انك قدرت توصل لنجم زي ده بمواصفات فنيه عاليه قوي، ودي مش ممكن تلاقيها في اي حد، لكن اخلاقيا ده حاجه كمان حاجه ممتعه، يعني يكفي. وانا مبسوط جدا يا ميدو بسمع الكلمه دي، ممكن انا حتى قلتها لحد وهو بتكلم، بقول لهم يا جماعه تحس ان وليد ده متربي في النادي الاهلي، دي حقيقه، من غيرته وحماسه وضيقته على الفريق، حاجه بتتمناها انت، يعني حاجه بتتمناها. فالحمد لله ان كل المواصفات دي جت في وليد، ربنا بقى كرم بعد كده واندمجه مع الفرقه وكابتن حسام والشغل اللي عمله والشغل اللي شغال فيه وليد دلوقتي، ويطلع لك هداف الدوري واكتر محترف يجيب اهداف، وواحد عنده 22 سنه جاله رقم خيالي، دي حقيقة، من كام شهر. فالحاجات دي كلها انا الحمد لله مبسوط ان الواحد قدر، مش هبص عشان علاء وشاف ولا لا، عشان قدر انك تجيب للنادي الاهلي حاجه حلوه. بالظبط، هو ده بالظبط. وكمان وليد ازارو تحس ان في قبول في وشه، لان انا اول لا بشوش جدا حاجه تحبه، يعني حد جميل كده، يعني في لعيب كوره ميدو عالي جدا وكل حاجه، بس غتت ما تحبش تتكلم معاه، ما تحب يعني ماشي لعيب كويس وتسكت. انما وليد لا، وليد تحب تروح وتتكلم ولهجته حلوه، والوقت بدا يتعلم المصري كويس مع العفاريت اللي معاه، ولا يعني كفايه سعد سعد والشله دي، يعني علموه كل حاجه. فهو ده اندماجه بقى، اندماجه مع النادي الاهلي وغيرته على الفانله الحمراء وكده، تحس ان الراجل مولود في النادي الاهلي، فانت بتبقى مبسوط عن نفسك. وليد اول ما جه النادي يا كابتن اللي كان لسه ما لعبش يعني، فكان هنا في القناه مستضيفينه، فانا قعدت اتكلمت معاه واتصورت معاه، فرحت موريله الصوره على الفيسبوك، كاتب انتظروا الصاروخ الاهلي الجديد. فقال لي طب انت ليه مش انت لسه ما شفتنيش؟ انت عارف هو دمه خفيف قوي كمان. قلت له لا انا حاسك انت هتبقى حاجه جامده جدا، هو تحس ان هو غيور جدا.